بمقر مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة عقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي استهل الاجتماع بتوجيه التهنئة لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء الحكومة وللشعب بحلول الذكرى 70 لثورة 23 من يوليو، وخص بالتهنئة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة البواسل. اجتماع الحكومة تطرق إلى زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية وارتداء الكمامات في أماكن التجمعات مع الاستمرار في تلقي اللقاحات. وفي تقرير عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، أشار إلى ارتفاع نسبة الإصابة ب 15% ونسبة الوفيات ب 7%، موضحا إجراءات العزل والتي تقدر ب 5 أيام كحد أدنى. وعقب اجتماع الحكومة عقد وزير السياحة والأثار مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله إتاحة التصوير في شوارع مصر للهواة وللمحترفين، موضحا الضوابط المقررة لذلك. اتفقنا على ما يلي بالنسبة للتصوير: الأشخاص اللي عايز تتصور في الشوارع سواء مصري أو أجنبي عايش في مصر، أو سائح عربي أو غير عربي وسائح أجنبي. المبدأ هو صور اللي أنت عايزه في الشوارع، صور الواجهات بتاعة العمارات الجميلة، صور الميادين، صور النيل، صور الشوارع اللي بتعبر عن تراث مصر وحضارتها، انزل صور في شارع المعز، صور في المكان اللي انت عايزه. احنا بس كل اللي قلنا له لو بعد اذن حضرتك لو هتصور هتستخدم معدات تصوير محترفة، وهي انك عايز تعمل اضاءة زي اللي حضراتكم محطوطة هنا، او امبريلا كبيرة، او هتعوق هتقفل لي شارع عشان تصور، احنا مش بنمنعك، احنا موافقين، بس ده تقدم له تصريح مسبق. طالما انت بتصور عادي مفيش تصريح مسبق وما تدفعش جنيه لحد. كما تناول الوزير سبل تنشيط السياحة والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الوزارية للسياحة، ومنها إطلاق الطيران منخفض التكاليف. خطوط الطيران منخفض التكلفة الجديدة اللي بتقوم الآن وزارة الطيران المدني بعمل مجهود ضخم جدا عشان يكون تحت إيديها طيران منخفض التكلفة، ده هيساعد في إيه؟ هيساعد يجيب سائحين بأسعار أرخص من مقاصد جديدة، وكمان علشان السياحة الداخلية هيقدر يربط شرم الشيخ بالأقصر، مرسى علم بالقاهرة، العالمين بالأقصر، هنربط مصر كلها إن شاء الله. ثم عقدت وزيرة البيئة مؤتمرا صحفيا تناولت فيه الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 المقرر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ، موضحة خطة مصر الهادفة لتقليل الانبعاثات في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل. نسبة الخفض اللي هتحدث من 2022 ل 2030 في قطاع الكهرباء هتصل ل 70 مليون طن سنويا مكافئ لتاني أكسيد الكربون، وهي نسبة 33% عن السيناريو المعتاد. وده الحقيقة مهم، لأن احنا كده بنقول هنرفع استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة ل 40% بحلول عام 2030 و 42% بحلول عام 2035. قطاع البترول برغم ان هو ده معروف ان هو قطاع كثير الانبعاثات، لكن هو من ضمن القطاعات اللي كانت محفزه جدا لقصه خفض الانبعاثات. فحددنا الهدف بتاع الخفض 1.6 مليون طن تاني اكسيد الكربون المكافئ ب 2030، والحقيقه الرقم ده هو رقم كبير جدا، لان السيناريو المعتاد من غير ما نقول احنا هنخفض كان هيبقى 2.5 مليون طن. كما تناولت الوزيرة حزمة الإجراءات المتعلقة بالتكيف وحماية الشواطئ. الجزء الثاني بتاع الري بيستخدم حماية الشواطئ، بنتكلم على نظام للإنذار المبكر وتطوير السواحل في المدن المصرية. اجتماع مثمر إذن للحكومة خرج بالعديد من القرارات المهمة المتعلقة بملفات السياحة والبيئة والصحة وغيرها. من مقر مجلس الوزراء في مدينة العالمين الجديدة، إيمان التوني، التلفزيون المصري.